بعد أن أنجزت المهام المكلفة بها في مدينة درنا من قبل وزارة الداخلية، تعود القوة التابعة للإدارة العامة للبحث الجنائي إلى مدينة بنغازي، إذ كانت تتمركز في مدينة درنا. القوة التابعة للبحث الجنائي بنغازي كانت مكلفة بمهمة مساندة القوات المسلحة في القضاء على آخر معاقل الإرهابيين بمنطقة المدينة القديمة وسط درنا. وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة كان في استقبال القوات التي عادت إلى مدينة بنغازي، مشيداً بدورها الفعال والمساند للقوات المسلحة. وتم خلال ذلك تكريم بعض العناصر من أفراد القوات التابعة لإدارة البحث الجنائي. بعد ذلك هم التاريخية في مدينة درنا المحررة، والتي كنتم فيها خير مثال للانضباط، وكنتم عبيدا هاما ودافعا للجيش الليبي العظيم الذي دحر الإرهاب في أكثر من مناسبة. أحييكم وأسدي بالشكر لكم ولرؤسائكم على هذا العمل الرائع. كل المكونات الاجتماعية اتصلت وكل الرسميين اتصلوا يشيدوا بأداء قوة البحث الجنائي. مسؤول مكتب الإعلام بقسم البحث الجنائي بنغازي أوضح أن المهمة انقسمت على مرحلتين: الأولى انتقال القوة وتنفيذ الخطة الأمنية المعدة من وزير الداخلية، والتي سميت بعقارب الساعة، من مدينة بنغازي إلى درنا. والمرحلة الثانية تتضمن العمل الأمني الإداري في القبض على المطلوبين والمحكومين قضائياً، وإزالة المباني العشوائية ومداهمة أوكار الممنوعات، وتسليمهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. القوة التابعة للإدارة العامة للبحث الجنائي ستباشر مهامها المعتادة في مدينة بنغازي، وهي بصدد التجهيز لتخريج الدفعة 63 داخل معهد تدريب الشرطة لصالح الإدارة العامة للبحث الجنائي.